فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المراد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تخلع ملابسها خارج بيتها؟ هل إذا ذهبت المرأة إلى بعض الاستراحات النسائية والتزمت باللباس الشرعي وأرادت أن تقوم بالسباحة مع النساء، هل يجوز لها أن تخلع ملابسها؟ السباحة لا، ما تسبح مع النساء، ولا ينظر النساء بعضهن إلى بعض في السباحة، لأن هذه فتنة، الفتنة تحصل بين النساء بعضهن مع بعض، لا يجوز هذا. إذا كانت في محل خالي تسبح في محل خالي فلا بأس، أما أنه يجعل مسبحة للنساء هذا ما يجوز، لأن هذا فيه فتنة وفيه أيضا تساهل في الحياة، غير ذلك من المحاذير. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.